عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم كل خير. متواجدين حاليا في منطقة كاشوستو، طبعا راح نصور لكم شقة صراحة فرصة هي في العمارة هذه، وماخذة ركن شقة جميلة جدا صراحة، راح نشوفها الآن وياكم. طبعا مجمع عبارة عن عمارتين نقدر نقول، في مواقف سيارات في المنطقة اللي احنا موجودين فيها، وأيضا في مواقف سيارات في المنطقة هذه اللي موجودة تحت، مواقف سيارات مغلقة أيضا، وعندنا الشارع اللي يعدي من أمام المشروع. طبعا في حي كاشوستو تابع لمنطقة يمرة، عندنا العمارة هذه راح أوريكم المدخل. هنا عندنا المدخل ما شاء الله، مدخل شرح جدا. طبعا العمارة جديدة زيرو، عمرها سنة تقريبا. هنا المدخل، كل دور فيها ثلاث شقق، والعمارة فيها مصعدين. راح نطلع معكم نشوف الطابق التاسع. وصلنا للشقة الآن، طبعا هي في الطابق التاسع، تعتبر قبل الأخير، في الطابق اللي قبل الأخير. العمارة فيها مصعدين مثل ما انت شايفين. طبعا المساحة اللي هي بين المداخل الشقق كبيرة وشرحة. هنا عندنا الشقة ما شاء الله تبارك الله، مساحتها 170 متر مربع، ثلاث غرف صالة. خلونا ندخل نشوفها بالتفصيل. أول ما ندخل هنا عندنا استقبال أو مدخل الشقة، طبعا عندنا الانترفون عن طريق الكاميرا. على يسارنا مباشرة عندنا الصالة ما شاء الله تبارك الله، المساحة كبيرة ما يقارب تقريبا 8x5، وأيضا شوفوا الإطلالة، خلوا الإطلالة تتكلم على قولهم، إطلالة كاملة على الطبيعة وأيضا إطلالة على البحر. طبعا الشقة مميزة لأنها ماخذة زاوية، التدفئة فيها مركزية عن طريق الدفايات اللي موجودة على الجدران مثل ما انتم شايفين. طيب المساحة 170 متر مربع، ثلاثة غرف صالة، فيها بلكونتين، هذه البلكونة الأمامية ما شاء الله تبارك الله، هذه الإطلالة الجانبية. طبعا هي أفضل شقة تقريبا في المجمع، ماخذة يعني جهتين أو ثلاثة جهات نقول، إطلالة كاملة على الطبيعة مثل ما انتم شايفين، إطلالة أمامية على البحر مباشرة. طبعا هذه الإطلالة النهائية، يعني ما في شيء يغطي عليكم. الموقع مميز جدا، لو تلاحظوا هنا عندنا فندق النوتيل على البحر مباشر، جواهر مول، تبعد عن المنطقة ما يقارب يعني بالسيارة 5 دقائق إلى 8 دقائق، نبعد عن الشارع الرئيسي ما يقارب 800 متر إلى 1 كيلو تقريبا. مجمع سكني، عندنا هنا المواقف تحت مثل ما انتم شايفين. طيب هنا عندنا المطبخ، راح نشوفه وياكم الان بالتفصيل. هنا عندنا المطبخ، المساحة فيها ايضا كبيرة، الدواليب راكبة جاهزة، الأرضيات فيها سيراميك، طبعا فيها نظام التدفئة أيضا، ولها مخرج للبلكونة. هذه الغرفة الأولى، مساحة فيها ما شاء الله تبارك الله، وأيضا إطلالتها على الطبيعة مثل ما انتم شايفين. طبعا الموقع منطقة كاشوستو، تعتبر في حي يمرة. هنا عندنا الممر، هذه دورة المياه الأولى، نظام العربي أكرمكم الله. وهنا عندنا الغرفة الثانية، أيضا المساحة فيها كبيرة ما شاء الله. طبعا الشقة زيرو، غير مستخدمة، الشقة جديدة. هذه دورة المياه الرئيسية مثل ما انتم شايفين، المساحة فيها أيضا كبيرة. وهنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، أول ما ندخل مساحة طيبة ما شاء الله تبارك الله، نظام التدفئة أيضا موجودة في جميع الغرف. هنا عندنا دورة المياه تابعة لغرفة النوم الرئيسية، وهنا عندنا دريسنج روم أيضا، منطقة هذه مجهزة. وعندنا هنا البلكونة التابعة لغرفة النوم الرئيسية، مساحة متواضعة وأيضا إطلالة جميلة على الطبيعة، ولها إطلالة جانبية على البحر. الشقة صراحة فرصة لأنها ماخذة جهة، وهي في الطابق اللي هي قبل الأخير، تكون مرغوبة جدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.